دلوقتي اللي بيسرب الامتحانات بقت عقوبته السجن 7 سنين، وده اللي قرره امبارح مجلس الوزراء في موافقته على مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. القانون الجديد فيه 3 مواد بهدف تغليظ عقوبة الحبس، مدة ما تقلش عن 2 سنين وما تزيدش عن 7 سنين، وغرامة 100,000 جنيه وما تزيدش عن 200,000 لكل اللي طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة الامتحانات قبل أو أثناء انعقاد الامتحان، سواء الجريمة دي حصلت في اللجنة أو خارج اللجنة. زي ما انتوا عارفين في ناس بتلف بميكروفونات في بعض الكرة وبتبدأ تقول أجوبة الامتحانات. كمان القانون حط عقوبة السجن مدة ما تقلش عن 1 سنة وغرامة ما تقلش عن 10,000 وما تزيدش عن 50,000 لكل واحد شارك أو شرع في ارتكاب هذه الجريمة، وغرامة كمان 5,000 وما تزيدش عن 10,000، ومصادرة الأجهزة المضبوطة لكل من استخدم التليفون المحمول أو الأجهزة السلكية أو اللاسلكية في تسريب الامتحانات. كمان مع حرمان الطالب مرتكب الغش في الامتحانات، وده بيعتبر راسب بكل المواد. سؤال دلوقتي، هل العقوبات دي هتمنع تسريب الامتحانات ولا لأ؟ يعني هل هيتم تطبيقها؟ وهل دي هتبقى رادع فعلا لأي حد بيفكر إن هو يسرب الامتحانات ولا لأ؟ معايا على التليفون سيادة النائب عبد الرحمن برعي وكيل لجنة التعليم في مجلس النواب. سيادة النائب صباح الخير وأهلا بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا بما عليك، صباح الخير. صباح الفل يا فندم. بتكلم عن مجموعه من القوانين والعقوبات خاصه بتسريب الامتحانات، هل العقوبات دي هتمنع تسريب الامتحانات فعلا وجهه نظر حضرتك؟ هو دي واحده من حاجات. احنا كان المفروض اصلا عارضين على رئاسه الوزراء وتم الموافقه لجنه التعليم وتم موافقه وزاره التربيه والتعليم على شكل الامتحان للثانويه العامه. وكان كل المطلوب اجهزه طباعه ب 130 مليون وكانت هتخدم الثانويه وغير الثانويه وحاجات كتير. وتم عرض هذا الموضوع مضافا لموضوع التشويش، مضافا للجانب التشريعي اللي هيتحط وسن القوانين لهذا الموضوع. تمام. طيب. صعدنا الموضوع لرئاسه الوزراء ولكن الموضوع طلب موافقات اعلى ورئاسه الوزراء ما خدتش قرار، وحتى تاريخه ما حدش قال موافقين. وبناء عليه قالوا لا نعتذر، احنا السنه دي غالبا مش هنلحق نطبق لان احنا لسه ما دربناش ولاد الثانويه العامه على الامتحانات لنرى الاعوام القادمه. لسه ما عملناش ايه يا فندم؟ قالوا لسه ما دربناش الاولاد الثانوي على طبيعه الامتحان اللي انتوا عاوزينه ده. يعني بمعنى اصح يعني معلش، هو انا مش عارفه انا فاهمه صح ولا غلط، يعني بمعنى اصح احنا عشان ما عملناش ده فاحنا هنسيبهم يغشوا السنه دي ومش هنعاقبهم وبعدين نبدا نطبق القانون؟ هنخلي الامتحان بنفس وضعه بتاع السنين اللي فاتت. اللي يغش يغش يعني؟ لا مش اللي يغش، شكل ورقه الامتحان. اما فيما يخص الغش فاللي احنا بقى سمعناه ولم يمر علينا في لجنه التعليم ولم نتفق، احنا اتفقنا مع وزاره التربيه والتعليم ومع الفريق الاستشاري للرئيس بشكل صريح على التطوير اللي هيتم. تمام. اللي أنا بسمعه في الجرايد اليومين دول وهو القانون اللي حضرتك بتتكلمي عنه. أيوه. وما يتم الحديث عنه من التشويش وهو الحاجات دي مش هي اللي احنا اتفقنا عليها. أمال إيه اللي أنتوا اتفقتوا عليه يا فندم؟ احنا اللي اتفقنا عليه إن في مكان طباعة والامتحان ورقة الأسئلة في نفس ورقة الإجابة. واتفقنا على شكل الورقة الامتحانية وأولياء الأمور اقتنعوا بالموضوع والمجلس القومي للامتحانات وافق. والجميع وافق على هذا الموضوع، وكان كل المطلوب مكان الطباعه مش هتخدم بس، كانت هتجيب ثمنها في 4-5 سنين كانت ب 130 مليون مكان طباعه للثانويه العامه والتعليم الفني وحاجات كتير، وكنا محتاجين موافقه رئاسه الوزراء على هذا المبلغ عشان مكان الطباعه ده يجي. دي اول حاجه ما خدش الموافقه عليها ورئاسه الوزراء ما بتتش فيها وانتهى العام خلاص والوقت سحب بالظبط، مش هنقدر نطبقها السنه دي بسبب المركزيه في اتخاذ القرار. عشان اكون صريح معاك، المركزيه وتصعيد الموضوع لرئاسه الوزراء ثم التصعيد ثم التصعيد. طب مين اللي هيدينا موافقه؟ مفيش حد خد قرار. وبناء عليه شكل الورقه الامتحانيه وشكل الامتحان اللي احنا تعبنا فيه مش اقل من 3 شهور احنا وزاره التربيه والتعليم والكل تعب فيه، محدش وافق عليه ولا عارفين وصل لحد فين ولا ردوا علينا، والسنه عدت ونعيد سنه وسنه وسنه.
كل ده عشان يجيب مكان الطباعه. طيب يعني حضرتك بتتكلم في بعض الحاجات زي مكنه الطباعه، زي بعض الحاجات اللي هي مش معضله او مش صعبه ان هي تتحل. ايه المشكله عندنا؟ ايه المشكله اللي مخليه حاجه زي دي ما تتحلش الى الان، ومخليانا الى الان ما نطبقش قانون الغش مثلا او تسريب الامتحانات، ومخليانا حال التعليم بتاعنا الى الان مش عايز يتقدم؟ الحاجات دي لو كانت بسيطه الا انها بتساهم بقدر كبير جدا في يعني التعليم، تقدم التعليم بعيدا عن المناهج بقى وفحوى المناهج. يعني انت احنا عندنا جمله مقوله واضحه، التعليم عندنا في مصر قصو جانب مالي. مالي احنا اللي طورنا، احنا ميزانيه التعليم لها 3 سنين ثابته. 85% من ميزانيه التعليم اللي هي ال 81 مليار بتذهب اجور ومرتبات للعاملين بالتعليم. صحيح. احنا كان معايا سفير جزائري ووزير مغربي، واحد فيهم زعلان بيقول لي انا 55% من ميزانيه التعليم، 55% بتروح اجور ومرتبات. قلت له ده احنا 85. 85 ايوه. مفيش تطوير عمره هيحصل من غير ما توفري عائد مادي للناس اللي هتنفذ وتقوم بالمنظومة. طيب خليني أسأل حضرتك سؤالي الأخير بخصوص هذا القانون، الجدل أو الكلام أو يعني النهائي في الموضوع ده، القانون المفروض يطبق من السنة الجاية؟ هذا القانون لم نسمع عنه من قبل، أنا أول أصلاً. مرة أسمع عنه، أو لم يمر علينا في لجنة التعليم أصلا. ولا حد عرض الفكرة، ولا نائب عرضه، ولا حتى الوزارة حكت. يعني مجلس الوزراء ما وافقتش على مشروع القانون ده، ولا تم عرضه، ولا هو تم عرضه بعيدا عن حضراتكم، ولا ايه؟ مفيش حاجة جات لنا كلام اصلا، مفيش اي قانون. احنا اول مرة نسمع عن هذا القانون، ما عداش علينا ولم يقال ان في حاجة جاية لنا بهذا الشيء. ماشي. بشكرك سيادة النائب عبد الرحمن بدوي، شكرا جزيلا على مداخلة حضرتك. مجلس النواب مش عارفين حاجة عن هذا القانون، لا يعلموا أي شيء عن قانون مكافحة الغش أو تسريب الامتحانات، وأنا بتكلم عن خبر بيقول إن مجلس الوزراء هم اللي وافقوا على مشروع هذا القانون بالحبس 7 سنين والغرامة اللي قلت لحضراتكم اللي بتتراوح ما بين يعني بتوصل لغاية 100,000 جنيه تقريبا غرامة الغش. وسيادة النائب كلمني عن حاجات تانية خالص بعيدا عن هذا القانون، ولكن هي في صلب التعليم، هي ممكن تبقى حاجات بسيطة ممكن احنا مش حاسين بيها، بس احنا للأسف احنا عندنا مشكلة كبيرة في التعليم. قوانين مكافحة الغش وتسريب الامتحانات دي من أساسيات مكافحة أو تطوير التعليم، علشان على الأقل أخلي الطالب يذاكر والقادر إن هو يستوعب المادة بتاعته، لو في مشكلة أبدأ إن أنا أعرفها. بس إن مجلس النواب بيقول أنا ما أعرفش حاجة عن القانون اللي طرحه مجلس الوزراء، اللي فيه أخبار عن موافقة مجلس الوزراء عنه امبارح، يبقى دي علامة استفهام كبيرة، وفي فجوة كبيرة ما بين مجلس الوزراء وما بين النواب.